يحسون عربيته زي ما انت طلبت مني، ولو انها مش من حقه، بس لازم يعرف هو بيستلمها منك ان انا برجعها له بس علشان انت امرت بكده مش اكتر. يلا بقى قوم عزمني على الغدا بره عشان نكمل كلامنا. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط يا حسونه بيه. لو انا الصبح كنت قلت انك شارب وشرفك يا متر عزمت عليه وما رضيش. يا ابني اذا كان المتر اللي دماغه تتوه فيها جمال مش فاهم حاجه، احنا هنفهم. هو انا بتكلم صيني؟ هعيد السؤال من تاني. ايه اللي ضمني ان سالم الجرح يرجع لي فلوس المره دي واللي بيننا بيننا؟ كله بالعقود. حلو قوي. العقود دي معايا؟ ولا معاه؟ معايا انا. ليه؟ انت عايز العقود بتاعتك يا حسونه بيه؟ من عينيا يكونوا عندك النهارده. ده انت كده هتشيل هم ومصيبه كبيره من على كتافي، كنت متحملها عشان خاطر سالم الجرحي. وانت ابو العز بيه؟ عايز عقودك؟ من عينيا. انا فتحت بقي. لا اله الا الله. هو ابو العز لازم رجليه تيجي في اي حاجه وخلاص. سمعني كلمتك يا حسونه بيه، عموما الفلوس فلوسك وانت حر، اما فلوسك اللي لسه ما رجعتش من السفر انا ضامنها برقبتي، وخد عليها الورق اللي انت عايزه. ايه يا عمنا مالك رضعت على ابو الهول فجاه كده؟ سيبني افكر يا متر وارد عليك. وانت ابو العز ما تشوشرش عليا. يا عم انا ما بشوشرش، انا بلاغوش. كلمتك الاخيره ايه يا حسونه بيه؟ قلت لك هفكر وارد عليك. سلام عليكم. يلا يا ابو العز. عليكم السلام. طب بتفكر بسرعه كده ليه يا عم؟ ايوه يا ابو اللذيذ. اتمنى اكون بتكلم في وقت مناسب. خير؟ اه كده مش مناسب. عموما انا بكلمك عشان تخف شويه على حسونه وما تشدش عليه. هو قلقان لا تكون غضبان عليه. وقلقه ممكن يعمل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. كلمه انت، انا مش فاضيله دلوقتي. انا فعلا بعمل ده، بس الموضوع محتاج منك زقه. اوكي اوكي. لما تكلمه قول له ان انا هطلبه. عندي ليه خبر حلو قوي. يلا مع السلامه. مش معقول كده. حتى الخمس دقايق اللي هنقعد فيهم مع بعض هتقضيهم تليفونات؟ واحد من درويشك. كان لازم اهندله قبل ما اتجنن تاني. مين ده؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. حسونه طبعا. يوه. انا بقول لك ناكل مع بعض ونقعد في الجو الجميل ده، وانت تقول لي حسونه؟ عايز تسد نفسي ولا ايه؟ ايه؟ ودن قطة؟ ودن قطة؟ اه ما هو اللي انت عاملاه ده ودن قطة. هم مسميينها كده فعلا؟ انا ما اعرفش. لا وتعرفي ليه؟ اضربي 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 سيادتك. تعرف بقالي سنتين واكتر ما اكلتش اكلة حلوة زي دي. مالك متنحلي كده ليه؟ لا اصل انا يعني كنت فاكر ان انتوا ما بتاكلوش الاكل اللي احنا بننط نغوص فيه. يا سلام، هم اولاد الناس يعني لازم يبقوا اغنياء؟ ما ينفعش يبقوا مستورين؟ ربنا يستر علينا جميعا سيادتك. يا سلام، نفسك اتفتحت دلوقتي على الاكل صح؟ لا اصل في الاول كنت فاكر سيادتك هتدوقي، بعدين لقيت الترابيزه هتتنسف قلت اخش اكل انا بقى. ماشي. ودن قطه. ودن قطه. صحتك. شوية ملوخية ملوخية يعني. حلوة أوي. ودن قطة. روح أنت. ادخل. وشك منور، إيه طمني. إذن النيابة بتاع تفتيش مركب سلم الجرح. الحمد لله على السلامة يا أخي أخيراً. يلا بينا يلا يلا. ايوه سالم بيه. للاسف معاهم اذن نيابه ولا شفته بنفسي. انا موجود في انتظار سعادتك يا باشا. مع السلامه. عن اذنك. ايوه يا باشا، بس اذا خدوا على كده هيطولوا زياده في المستقبل. اهدى يا سالم وافهمني كويس. اليومين دول صعب قوي انك تلعب مع النيابه. عندهم حاجات اهم بكتير. وعلى العكس، احنا لو اتدخلنا ممكن نعمل دوشه اكتر. يا باشا الولد ده بالذات مغرور، فاكر نفسه ياما هنا وياما هناك. شاب بقى هنعمل ايه؟ النجوم اللي على كتافه يظهر انها مزغلله يعني. هنعمل عقلنا بعقله بقى. خلاص يا باشا. اللي تشوفه حضرتك. مع السلامة.
هما هيفتشوا اليخت ليه؟ فضى بعد عنك. سيد أنا متشكرة قوي. والله أنا مش عارف مين المفروض يشكر مين. لا بجد أنت مش متخيل أنا كنت محتاجة يوم زي ده قد إيه. وأنا كمان والله العظيم أنا انبسطت. طب تحلف ليه؟ احتياطي. طب تصبح على خير. أنت من أهل. سلام قول من رب رحيم. نعم. أنا جاهز. جاهز ليه بالظبط؟ جاهز اتقبض عليا بسبب أي ممنوعات موجودة على المركب. بس إحنا ما كناش بندور على ممنوعات على المركب. سعادتك في مستوى الشبهات يا باشا. أمال كنت بتدور على إيه بقى ومحتاج إذن نيابة؟ اللي وصل لسعادتك المعلومة وصلها ناقصة. إحنا ما كناش بنفتش مركب سعادتك بس. إحنا فتشنا كل المراكب واليخوت اللي طلعت في ليلة قتل رشاد. فاكره سعادتك اللي كان شغال عندك. يعني لو ما كانتش الجثة مدفونة كنت قلت إن حضرتك طالع تدور عليه. أو على أي حاجة من قطر. لكن الحقيقة بقى الموضوع محتاج تفسير. خصوصاً بعد القلق والإزعاج اللي حصل لنا النهاردة. والله يا باشا هو لو على إزعاج فأنا آسف جداً لسعادتك. أما بقى بالنسبة للتفتيش فده شغلي. ما أظنش إني محتاج إني أعتذر عنه. عن إذنك. يلا ماهر. ده آخر الصبر معاك. يعني انت تطلعي لي زي العمل الراضي وتفزعي امي في الضلمه تقفي لي ساكته؟ خايفه عليك. اللي انت بتعمله ده خطر قوي يا سيد. ممكن بشيلن زياده شرح والنبي عشان فهمي بيقل في الضلمه. لا انت فاهمني كويس قوي. انت كده ما بقتش حارس خاص. انت كده بقيت حاجه تانية. حاجه تانية ازاي اكلمك دغري؟ مش لما ترد عليا انت دغري الاول. عموما انا عملت اللي عليا وفهمتك. وانت بقى مش صغير بسم الله ما شاء الله عليك وفاهم الصح من الغلط. تفتكر بقى لو سالم